بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا أعزاء طلاب المرحلة الثالثة في قسم هندسة الطرق والنقل، نرحب بكم مع المحاضرة السابعة ضمن سلسلة محاضرات مادة تحليل إنشائي الطرق Pavement Structural Analysis. هذه المحاضرة تكمل المحاضرات الخاصة بنظرية Two Layer System، واللي مثل ما وضحنا سنعتمد بها على مبدأ أنه طبقات التبليط تتكون من طبقتين، ومثل ما وضحنا في المحاضرات السابقة طرق حساب الVertical Stress والVertical Surface Deflection والVertical Interface Deflection. اليوم راح نوضح طرق حساب Critical Tensile Strain. بالCritical Tensile Strain هناك عدة طرق للحساب تعتمد على Number of Wheels، فراح ناخذ ثلاث حالات: Single Wheel، Dual Wheels و Dual Tandem Wheels. هذا المقطع الفيديوي خاص لحساب Critical Tensile Strains بالـ Single Wheel. The tensile strains at the bottom of asphalt layer have been used as a design criterion to prevent fatigue cracking. Tensile strain هو مهم كمعيار يدخل في التحليل الإنشائي وكذلك التصميم الإنشائي للطرق الأسفلتية، ومقدار التنسايل سترين في قاع طبقة الأسفلتية بمعنى أعلى الطبقة الثانية يستخدم كمعيار أيضا لحسابات الخاصة بالفتيك راكينج، وذلك لقدر الإمكان تقليل مقدار التشققات الناتجة من الفتيك راكينج. Two types of principal strains could be considered. هناك نوعين من الانفعالات الرئيسية تؤخذ بنظر الاعتبار. الأول the overall principal strain based on all six components of normal and shear stresses. النوع الثاني the horizontal principal strain based on the horizontal normal and shear stresses only. النوع الأول من principal strain هو الناتج، هو يسمى الـ overall principal strain، وهذا يعتمد في حساباته على الإجهادات، على ست أجزاء من الإجهادات العمودية وإجهادات القاص، اللي هي الإجهادات النورمال ستريس اللي تشمل الإجهادات العمودية الـ vertical stress، الـ radial stress، tangential stress، إضافة إلى الشير ستريس بأنواعها. أما النوع الثاني The Horizontal Principal Strain فهذا يعتمد فقط على الـ Horizontal Normal and Shear Stresses only. The Overall Principal Strain is slightly greater than the Horizontal Principal Strain, so the use of Overall Principal Strain is on the safe side. عادة مقدار الـ Overall Principal Strain اللي هو النوع الأول يكون أعلى من مقدار الـ Horizontal Principal Stress، لكن بمقدار قليل، يعني الفرق بيناتهم مقدار قليل. لذلك استخدام الـ Overall Principal Strain يخلينا بالسيف سايد، يعني بهالحالة إذا اعتمدنا على مقدار الـ Overall Principal Strain فإحنا ماخذين باعتبار كل أنواع الإجهادات وحتى الإجهادات الأفقية. The critical tensile strain is the overall strain and can be determined from equation 2L17. Critical tensile strain مقدار الانفعال، انفعال الشد الحرج اللي هو دائما يأخذ أعلى قيمة اللي تكون تخلينا في حالة من الخطورة، تعتبر هي مقدار overall strain، واللي نقدر نحسبها من معادلة 2.17 E اللي هو الـ critical tensile strain يساوي Q على capital E1 مضروبة في الـ F of E. الـ small E مثل ما قلنا is the critical tensile strain، أما الـ FE هذا الـ FE هو the strain factor، which can be determined from the charts. هذا ممكن نحسبه أو نستخرجه باستخدام الشارتات، والشارتات the charts are developed according to the number of wheels.
طبعا هناك عدة شارتات تستخدم لحساب مقدار الفاكتور الـ F of E اللي هو نسميه strain factor، وهذه الشارتات تعتمد على number of wheels، واللي قلنا احنا ناخذ ثلاث انواع: single wheel double wheel double wheels and double tandem wheels. Q هنا عرفناها هو مقدار البريشر، والكابيتال E هو الإلاستيك مودولس، هذه المن للطبقة الأولى، ما دام هي E1 إذا هي للطبقة الأولى. نبدأ بالنوع الأول من اللود واللي هو single wheel load. لحساب الكريتيكال تنسايل سترين لتسليط single wheel load هي لما تكون العجلات فردية على جانبي المركبة، فحنستخدم الفيجر 221. Figure 221 represents the strain factor for a two-layer system under a circular loaded area. هذا هو الفيجر 221 الخاص لحساب strain factor لتسليط single wheel load. لاحظ أن الفيجر لحساب strain factor وليس critical tensile strain. strain factor راح نستخدمه بمعادلة موجودة بالشارت. المعادلة هي الE اللي هي critical tensile strain تساوي Q على E1 مضروبة في ال FE اللي هي strain factor. إذا strain factor هستخدم هذه المعادلة حتى نحسب critical tensile strain. طريقة استخدام هذا الشارت: أول شيء نحدد المتغيرات المطلوبة. شو المتغيرات المطلوبة؟ المتغيرات المطلوبة هي أولاً ال H1 على E، الثيكنس للطبقة الأسفلتية على ال radius لل circular area. المطلوب المتغير الثاني هو الـ E1 على الـ E2، الـ E1 على الـ E2، الـ modulus ratio. وأحتاج أيضاً قيمة الـ Q وقيمة الـ E1 حتى نستخدم المعادلة. ولما حددنا المتغيرات نقدر هسه نبدي نستخدم الشارت، وأول خطوة هي إدخال قيمة المتغير نسبة H1 إلى A، نسبة الثيكنس لطبقة الأسفلتية إلى الرادياس للسيركولر أريا المتأثرة باللود. فعلى سبيل المثال إذا كان مقدار الـ H1 إلى A هي 1.5، هنلاحظ إحنا طبعا قيم الـ H1 إلى A هي تمثل قيم الكيرفز، هذه المائلة هاي الموجودة هنا تتراوح قيمها تقريبا 0.25 إلى 4، 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 و4. نفس هذا الكيرف، كل كيرف يمتد إلى هنا، أيضا أكو هنا ترقيم، هذا الترقيم هو نفس الـ H1 إلى A. يعني هذا الكيرف رقم 1 نفس هذا، هذا الكيرف رقم 2، هذا الكيرف رقم 3، وهذا 4. فإذا كيفية تحديد الكيرف حيكون مثلا إذا عندنا 1.5، هذا هو 1.5، هذا هو الكيرف اللي قيمته 1.5، نحدده حيكون هو هذا اللي حنشتغل عليه بالخطوة الأولى. بعدين نجي على الخطوة الثانية، هي إدخال قيمة الـ E1 على E2، اللي قيمة الـ E1 على E2 هنايا تمثل الأرقام لهذه الكيرفات، هاي هي الكيرفات اللي تمثل الأرقام عليها نسبة الـ modulus ratio الـ E1 على E2. تشوف الأرقام هنا تتراوح ما بين 1 إلى 200، ونفسها الأرقام هنا أيضا هي نفسها الكيرفات الـ E1 على E2. يعني مثلا هذا الكيرف اللي رقم 2 ممتد هنا إلى هنا، هذا هو 2. الـ20 مثلا هذا ممتد من هنا إلى هنا، هذا هو 20. 50 هذا هو 50، بس هنا على سبيل المثال E1 على E2 عندنا 10، فنحدد هذا هو الكيرف العشرة، رقم 10 يبدي من ناية ويستمر إلى هنا، طينا لون أحمر حتى نقدر نحدده. من نقطة تقاطع كيرف الـ H1 على A مع كيرف الـ E1 على E2 اللي هي هاي النقطة، نقدر نرسم خط أفقي، نرسم خط أفقي
يتقاطع مع المحور العمودي للشارت في نقطة قيمتها تمثل السترين فاكتور. قيمتها تمثل السترين فاكتور. هاي السترين فاكتور قلنا ما تمثل قيمة الكريتيكال تنسايل سترين اللي أنا أريدها عليه، راح أروح أستخدمها كمتغير في معادلة. وين هالمعادلة؟ هي هذه. الخطوة الأخيرة هي استخدام هذه المعادلة لإيجاد قيمة الكريتيكال تنسايل سترين. إحدى المتغيرات هي الـ FE اللي حسبتها من الشارت، أضربها في Q على E1 وتطلع كريتيكال تنسايل سترين. In most cases, the critical tensile strain occurs under the center of the loaded area where the shear stress is zero. احنا مثل ما وضحنا الـ critical tensile strain وين يصير؟ at the bottom of the asphalt layer. Asphalt layer هي دائما هي الطبقة العلوية، فأسفلها راح يكون هذا هو الخط، الكريتيكال تنسايل سترين يحدث عادة في نقطة السنتر. هذه نقطة السنتر امتدادها راح يكون هناية. بهناية حيكون كريتيكال تنسايل سترين under the center of the loaded area. وعادة بما أنه احنا نشتغل بالسنتر اللي هو الاكسس اوف سيمتري، فيكون مقدار الشير ستريس هو صفر. However, when both H1 over A and E1 over E2 are small, the critical tensile strain occurs at some distance from the center as the predominant effect of the shear stress. لما يكون مقدار H1 على A small، اللي هو نسبة H1 على A هنا، هذه هي الأرقام توضح H1 على أي الأرقام، النسبة القيمة الصغيرة والنسبة الصغيرة حتكون في هذه الجهة تقريبا، في هذه الأرقام هي تمثل H1 على أي small. وأيضا لما تكون E1 على E2 أيضا صغيرة قيمة قليلة حتكون أيضا في هذه الجهة، فمعناته هذه هي الأريا اللي يحكي عليها. The critical tensile strain تقريبا الفاكتور هنا راح يكون تراوح قيمة ضمن هالأريا بين 0.2 إلى 0.5. فذا كريتيكال تنسايل سترين اوكرز ات سم ديستانس فروم ذا سنتر، معناتها انه كريتيكال تنسايل سترين راح يحدث في نقطه تبعد تقريبا بمسافه عن السنتر، وهذا معناتها انه اكو تاثير للشير ستريس. لانه كل ما نبتعد عن الاكسس اوف سيمتري الشير ستريس راح يكون الى قيمه اكبر من صفر. Under such situations, the principal tensile strains at the radial distance 0.5 AA and 1.5 A from the center were computed. فعلى الأساس يتم حساب the principal tensile strain على مسافة أفقية radial distance اللي سميناها R، مقدارها صفر صفر يعني هذه at the center، وعلى مسافة نص A يعني الـ A هي الـ radius، على مسافة نصف القطر يعني ربع القطر، وعلى مسافة A اللي هي نصف القطر، يعني هسه احنا وصلنا إلى حافة المنطقة الدائرية المتأثرة باللود، وعلى مسافة واحد ونص A، يعني هسه احنا طلعنا من المنطقة الدائرية المتأثرة باللود. The critical value was obtained and plotted in figure 2.2.1. هذا اللي حكينا عنه. ناخذ مثال تطبيقي. لحل السؤال احنا من منطوق السؤال فهمنا هو المطلوب ايجاد الكريتيكال تنسايل سترين في حالة سنجل ويل لود، وعرفنا انه احنا باثناء الشرح ومن خلال الشرح انه نقدر نستخدم الفيجر 221 لايجاد السترين فاكتور اللي يدخل في حساب الكريتيكال تنسايل سترين في حاله السنجل ويل. اذا اول شيء راح نحتاج هذا الشارت نستخدمه
حددنا يا شارت نستخدم، وطبعا الشارت ايضا مكتوب به المعادله اللي نقدر نستخدمها لحساب الكريتيكال سترين، فالكريتيكال تنسايل سترين اللي هو اي سمول يساوي كيو اوفر اي 1 في اف اي. الكيو معلوم عندنا بالسؤال، الاي 1 معلوم بالسؤال، يبقى عندنا الاف اي هذه هي اللي احسبها من الشارت. شنو المدخلات اللي نحتاجها؟ مثل ما عرفنا نحتاج ال H1 على A وال E1 على E2 ratio. ال E1 على E2 ratio المودلس ratio نقدر نحسبه لأنه ال E1 معلوم بالسؤال 150,000 وال E2 أيضا معلوم بالسؤال 15,000. بينما ال H1 على A نقدر نحسب ال H1 معلومة 8 إنش من معلومات السؤال، لكن small A ما معطات. ونذكركم هنا من قلت لكم ببداية السؤال كان منطينا مقدار اللود ومنطينا البريشر، وقلت لكم سنقول لكم ليش منطينا اياها القيمتين، لانه ما منطينا قيمة الراديوس، فعليه بما انه الراديوس غير معطى فنحتاج الى قيم نقدر نحسب من عندها الراديوس، وهي اما الدايمتر مثل ما تعلمنا بالاسئلة والامثلة الفاتت السابقة، كنا من خلال إعطائنا قيمة الدايمتر نقدر مباشرة نحصل على الراديوس، أو مثل هذا المثال في حال يقدر ينطينا البريشر واللود معا حتى نحسب الراديوس. شلون؟ إحنا عرفنا البريشر هو يساوي اللود على المساحة، البريشر يساوي اللود على المساحة، فعليه معناتها البريشر معلوم، اللود معلوم، نقدر نحسب الاريا. فالاريا of the circular area اللي هي منطقة المتأثرة باللود راح تساوي اللود على البريشر. اللود مطينيها بالسؤال 9000 باون، والبريشر الكيو مطينيها 67.7 بي اس اي. الاريا بما انه احنا عرفنا المنطقة المتأثرة باللود هي سيركل اريا، فمساحتها هي نصف القطر التربيع في النسبة الثابتة باي في الاي سكوير، باي في الاي سكوير. فاذا المجهول الوحيد صار عندي هو السمول اي، فالاي راح تساوي تحت الجذر 9000 على الباي مضروبة في 67.7 يطلع عندي 6.5 انش تعادل 165 ملي. صار سائل small a معلومة، أرجع إلى الشارت. هسه أقدر أحسب ال H1 على A، ال H1 على A راح يساوي 8 على 6.5 1.23. أما ال E1 على E2 فقلنا الاثنين المعلومة راح تساوي 150,000 على 15,000 وتساوي 10. فإذا راح نشتغل على كيرف من ال H1 على A مقداره 1.23، حيصير قيمته بين هاي الواحد وبين الواحد ونص، اللي بالنص بالضبط هي 1.25، يعني شوية قليلة جدا أعلى من الكيرف هذا، شوية قليلة أعلى من هذا الكيرف. فتقاطع الكيرف اللي مقداره 1.23 مفروض مع يتقاطع مع منه؟ مع الكيرف الخاص بالمودلس ريشيو اللي مقدارها 10، اللي هي تحديدا هاي، هاي العشرة هذا الكيرف الخاص بها. فإذا هذه العشرة تقاطعها مع ال 1.23 راح تطلع عندي وين؟ تطلع عندي في هاي النقطة، هاي النقطة الواقفة من عندها راح أرسم من عندها خط أفقي يتقاطع مع المحور العمودي، هذا هو الخط الأفقي هذا الأحمر، حيتقاطع ويا المحور العمودي في نقطة تنطينا قيمة الـ FE تتراوح ما بين 0.5 و1 تقريبا، تطلع عندي 0.72. هاي قيمة الـ FE. إذا حسبنا قيمة الـ FE من الشارت راح نجي نستخدم معادلة 2.17، هاي المعادلة حتى نحسب مقدار الكريتيكال تنسايل سترين اللي هو طالبها. هاي المعادلة نعوض بيها الكيو اللي انطانيها 67.7، الاي 1 اللي هي 150,000، والاف اي اللي استخرجتها من الشارت اللي هي 0.72، تطلع عندي الكريتيكال تنسايل سترين مقدارها 3.25 × 10⁻⁴.
هذا هو حل المثال 2-8. الآن راح ننتقل إلى حسابات critical tensile strain في حالة dual wheels.